بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة الستين بعد المئتين والألف، ونحن نتحدث عن آيات في سورة الكهف، وقد وصلنا عند آيات المشيئة. وقلنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. الآية دي يعني آية التوكل، آية تنظم حياة المؤمن. إن شاء الله أسافر بكرة، إن شاء الله أسجل بكرة، إن شاء الله الحلقة تتذاع، إن شاء الله كذا، إن شاء الله أركب الطيارة، إن شاء الله كذا. إن شاء الله اتقالت عليها حكايات كتير جدا، من أول جحا الذي يعني كان ذاهبا إلى السوق يشتري حمارا، فقال له الناس إلى أين يا جحا؟ قال أشتري حمارا، فقالوا له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. قال لهم أقول إن شاء الله ليه؟ أقول إن شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمير في السوق، أقول إن شاء الله ليه؟ فلما ذهب إلى السوق سرقت أمواله، حرامي سرق الفلوس، فعاد جحا بدون الحمار، فسألوه أين الحمار؟ قال إن شاء الله الفلوس ضاعت. فمهم جدا إن أنا أبقى عارف إنه أنا معايا الفلوس ورايح أشتري خضار، رايح اشتري فاكهه، رايح اشتري كسوه، رايح اشتري عربيه، الفلوس في جيبي والبضاعه في السوق. لكن لازم قبل ما اتحرك ما اعملش زي جحا، ما اقولش الفلوس في جيبي والبضاعه في السوق، لا، ممكن اروح اخد بضاعه فاسده، ما الاقيش حد، مش عارفين يكتبوا عقد، يعني حاجات كتير ممكن تحصل. عشان كده ربنا بيقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا حتى بعد ساعه الا ان يشاء الله. دايما تقدم المشيئه، يعني زي واحد زميلنا رايح يحجز تذاكر طيران، فرايح يحجز التذاكر، فاللي في الشباك بتقول له الطياره هتطلع بكره الساعه 5 بالظبط، قال لها ان شاء الله، قالت له ما فيش ان شاء الله. زي واحد بكلمه كده والله بقول له صلى على النبي، قال لي ما فيش صلى على النبي. فاحنا وصلنا لدرجه يعني التبجح، فالطياره هتطلع بكره الساعه 5، قال لها ان شاء الله، قالت له ما فيش ان شاء الله، احنا موعدنا مظبوطه. وتاني يوم حصلت عاصفة فظيعة، عاصفة ثلجية، وتأخرت الطائرة. يعني انت معاك كل الأسباب، معاك الكون كله، يعني انت معاك حكم الريح والضباب والسحاب وأمواج البحر، انت معاك كل حاجة، انت ما معكش حاجة، يبقى لازم تقول إن شاء الله. انت لا تعرف هل تنفع هذه الأسباب او لا تنفع. انا لو معايا كل فلوس الدنيا، والله العظيم الفلوس دي ما تنفع ولا تجيب اثر الا باذن الله. معايا سلاح، السلاح ده والله ما ينفع الا اذا اذن الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ رمى. معايا كل فلوس الدنيا ومش قادر اجيب سندوتش، يعني معايا فلوس كتير جدا وعمال ادور على حد عنده اكل، مفيش، في ازمه. معايا فلوس كتير جدا وعمال الف على المحلات عشان اجيب سكر، مفيش سكر. يعني اذا ايه؟ انا معايا الاسباب لكن لابد ان اتوكل على رب الاسباب، هي دي القاعده، قاعده ان شاء الله. يبقى قاعده ان شاء الله، انا معايا الاسباب، يعني المثال البسيط بتاع جحا، الفلوس في جيبي والحمير في السوق، الفلوس في جيبي والبضاعه في المحلات، ممكن تروح ما تلاقيش البضاعه حضرتك. مهم جدا، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت. ولو الشيطان نساك قول بعد ما تفتكر. يعني ايه؟ يعني ساعات واحد يعني ينسى يقول ان شاء الله وبعدين يفتكر فيقول ان شاء الله، زي ايه؟ زي واحد بياكل فنسي يقول قبل الاكل بسم الله الرحمن الرحيم، نسي قبل الاكل لازم اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فنسي فافتكر في نص الاكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول واخره، حتى لو نسي بعد الاكل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بعد ما كان. فمهم جدا الانسان لما يفتكر، يعني زي واحد مثلا دخل فشاف حاجه كده عجبته قال عمل كده، كده هيحسد؟ لا، ما قول بسم الله ما شاء الله، قول بسم الله ما شاء الله، قول بسم الله ما شاء الله عشان ما تحسدش، حتى لو فلتت منك، ده سواء كان اللي بتبص له ده ابنك، بنتك، اختك، حد قريبك، ممكن الانسان يحسد نفسه، ممكن الانسان يحسد نفسه ويحسد قرايبه، يحسد ولاده، فيلحق نفسه على طول قول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عشان كده ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله،
اوعى تنسى المشيئة. مسافرين بكرة ان شاء الله، عندنا امتحان ان شاء الله، مسافرين رايحين كذا، هنشتري كذا ان شاء الله، ما شاءش مش هتعمل اي حاجة حضرتك، الفلوس في جيبك مالية الدنيا ومش هتنفع، ولا الفلوس دي لها لازمة. ها؟ عشان كده ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. يا رب يا رب، يعني ادعو لله واقول ان شاء الله، يمكن ربنا يبارك في الحلقه، يمكن ربنا يبارك في الكلام، يمكن ان شاء الله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. 300 سنين بالتقويم الشمسي اللي بنقول عليه التقويم الميلادي، السنه الميلاديه، وازدادوا تسعا لو حسبتها بالسنة القمرية. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع. المؤمن يبصر بنور الله ويسمع بنور الله وينتظر أن يريه الله خيرا وأن يسمعه الله خيرا. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. والمؤمن كلام ربنا بينزل على قلبه رطبا طيبا، يعني بردا وسلاما. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بايه؟ بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ المؤمن يسمع كلام ربنا كده بموده وحب ورضا. ابصر به واسمع، ابصر بالله واسمع بالله. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد. ولو كنت بتحب ربنا اقرا كلام ربنا، لو بتحب كلام ربنا اقرا كلام ربنا ليل ونهار وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لو بتحب كلام ربنا اقرا كلام ربنا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا في القديم ولا في الجديد. وفي قاعده مهمه، كلام الله قديم ولا يتبدل، يعني الكلام اللي اتقال ده من سنين، من الاف السنين، موجود دلوقتي والله العظيم، ويتحقق كل يوم. لا مبدل لكلماتي، لا مبدل لكلماتي، سواء قديمة ولا جديدة، حدوتة حصلت زمان ولا هتحصل. لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. مش هتلاقي حد تاني غير ربنا. وتأتي آيات جميلة جدا اسمها آيات الذين يريدون وجه الله. ساعات الإنسان يشتاق إلى الذين يريدون وجه الله. يعني لما تعبد ربنا لوحدك بتحس كده بالوحدة، بتحس يعني بالغربة، لكن لما تعبد الله في جماعة بتحس بالألفة، بالأنس. يعني إزاي؟ لما بنيجي في رمضان، في شهر رمضان، وتلاقي الناس كلها صايمة وإفطار جماعي، بتحس بالعبادة ومصلي قيام جماعة، تحس بالألفة. وإلا بقى لو في إمام فقيه وصوته جميل وبيقول كده 10 دقايق، يعني متعة، والله متعة، متعة العبادة لا يذوقها إلا عابد مخلص. مش ناس راحة تمثل، ناس ما بتقراش القرآن إلا في رمضان بس. فإذا متعة الجماعة ومتعة العبادة زي رمضان زي الحج. وانت رايح في الحج تلاقي الناس كلها بتحج وتعتمر وتتلو القرآن، تحس ان الإيمان موجود وان المؤمنين كتير. لكن لما تعدي على الناس تلاقيهم بيعصوا ربنا ويسبوا الدين وقاعدين على القهاوي على المقاهي وسهرانين بالليل في معصيه، وان اغلب الناس والعياذ بالله فاسده، وما اكثر الناس ولا حرصهم، تحس بالعزله والغربه، تحس انك غريب. عشان كده ساعات الواحد بيشتاق الى جلسه العلماء، يشتاق الى جلسه القراء، يعني يشتاق الى حد من محب الله، من مقيم الليل، حد من اللي قلوبها منوره ووشها منور. ودول اللي ربنا قال عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صبر نفسك مع دول. انا مره دخلت مسجد كان عندي مشكله مضايقه صدري قوي، ودخلت مسجد لقيت جماعه بيقروا قران، دخلت في وسطهم بعد 5 دقايق لقيت قلبي ارتاح والغم انزاح. ليه؟ لان دول قاعدين يقروا قران، فاكيد هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مين دول اللي انا هصبر نفسي معاهم؟ دول هنشوفهم ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله 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 الله.
الله.